السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات إخواني أخواتي. والله فقط ما قدرتش نفوتها، سامحوني، القلب يتقطع ويتألم أنه يشوف هذه الخيانات المتكررة ممن يسمى بملك المغرب. أنا حتى اسم محمد ما نقدرش نمدوا له، احنا نسميه أمسيس هنا في الجزائر على كل حال. الشعوب مقهورة مقهورة، أنا نعرف أحبابي في المباركة مقهورين. هذه الهضرة اللي رانا نهضر فيها ما يجيوش فيها مقهورين، مقهورين مقهورين. نبعث لهم في الواتساب ومساكين يخافوا يقلبوا، يخافوا يجاوبوا في التليفون، يخافوا يجاوبوا مساكين مقهورين، مسكر عليهم كل شيء. عيب وعار تفرحوا باستقبال وزير الدفاع تاع الكيان الصهيوني، زعما جايبين لي حامي عليكم يدافع عليكم من الجزائر. والله كما قال الدكتور فريد الانصاري رحمه الله وهو مغربي، جبت لكم المقطع تاعو، احمق وساذج وغبي من يثق في المواثيق تاع اليهود الصهاينه، عبر التاريخ يخونوا المواثيق والعهود. الجزائر الله هو الذي يحفظها، الله هو الذي يحميها. لو اجتمع علينا كل البشر لن يهزمونا ولن يغيروا مبادئنا في الدفاع عن القدس. السلام عليكم.